السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد السلطه بالبربه. ما كتحتاجش كاع انها تطيب، غادي نصوبوا بها السلطه وهي خضراء. غنحتاجوا حبات ديال الخيار، 3 حبات ديال البربه، شويه الربيع، واحد نص بصله صغيره، 2 بيضات مسلوقين، مايونيز، وحبه واحده ديال البطاطا مسلوقه، شويه الملحه وشويه البزار وزيت الزيتون. فقط هادشي اللي غادي نحتاجو في المقادير. غادي ناخذو البربه ديالنا، غسلناها مزيان من التراب اللي تيكون فيها، كنقشروها كنحيدو لها القشره الفوقانيه. غادي نديرو 3 د الحبات ديال البربه متوسطين، الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. من الاحسن تحضروها بهاد الكميه هذه حتى تذوقوها، ديك الساعه الى عجبتكم غتبقاو تحضروها بكميه اكثر. كيف كتشوفوا، بعد ما قشرت البربه ديالي كنحكها في الحكاكه، ديك الجهه اللي كتكون غليظه بشكل طولي، كيكونوا شرائح طوال ورقاق. انايا درت حبه واحده ديال البربه كبيره وحده صغيره، ديك الثالثه كاع ما درتها، هي جاتني كثيره بزاف. غادي نحكها في الحكاكه، من بعد غادي ناخذ الحبه ديال البطاطا اللي سلقتها في الماء مع شويه الملح وفص ديال الثومه وورقه سيدنا موسى باش كتعطيها واحد النسمه لهاد البطاطا. من الاحسن تختاروا البطاطا اللي كتكون لذيذه، البطاطا البيضاء، كنحيدوا لها القشره وكنحكوها حتى هي في الحكاكه بنفس الطريقه باش حكينا البربه. هاد السلطه سهله بزاف وكتجي لذيذه، انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم، وعاد صحيه بزاف. والبربه هنايا ما كنطيبوهاش، كتكال خضراء وهي صحيا خاصها تكال خضراء. دابا كناخذوا الخيار حتى هو اللي غسلته من قبل، كنقيه كنحيدوا القشره ديالو. بالنسبه للخيار، ملي غادي نقشرو حتى هو غادي نحكوه في الحكاكه بنفس الطريقه، فقط غادي نحكو الجهه الخارجيه ديالو. بالنسبه لهذيك الزريعه ما غاديش نحكوها، كنحيدوها. وهنايا الخيار ملي غادي نبغيو نحكو غنديروه في واحد الطبسيل بوحدو، باش من بعد ملي غادي نحكو كنزولو منو داك الماء اللي تيكون فيه لداخل. شفتوا معايا، بعد ما نقيت الخيار ديالي غادي نحكو في الحكاكه بشكل طولي، ملي كنوصل لهذيك القلب ديالو كنحيدو. كتجي سلطه مغذيه ومنعشه في نفس الوقت، فيها بزاف ديال الفوائد، وصراحه كتجي بنينه. هنايا بعد ما حكيت الخيار ديالي غادي ناخذو وغادي نحيد منه داك الماء اللي تيكون فيه اللي تلق، وغادي نضيفو للسلطه. غادي ناخذو الربيع ديالنا والبصله حتى هي. بالنسبه للبصله غادي نقطعها شرائح رقي وقين بزاف، ما كنديروش البصله بكميه كثيره حيت البصله كتطلق المروره الا كانت كثيره وغتغلب لينا على المذاق ديال الخيار والبطاطا والباربا. من الاحسن ديروا غير نص صغير كيف كتشوفوا معايا، غير واحد الشويه، وكنحاولوا نقطعوا بالسكين شرائح اللي هما رقاق بزاف. وهنايا من الاحسن ديروا هاد البصله البيضاء اللي كيكون المذاق ديالها ماشي مجهد بزاف. بعد ما كنقطعها شرائح رقاق غادي نضيفها على السلطه. غادي ناخذ القزبر ومعدنوس، حتى هما اللي غسلتهم من قبل، غادي نقردهم رقاق. وغادي نضيفهم على السلطه ديالي. دابا غادي نسمو السلطه ديالنا، غنديروا شويه ديال البزار، غنديروا 1/4 كاس ديال زيت الزيتون وشويه الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. من بعد غادي ناخذوا المايونيز ديالنا، غادي نخلطوا السلطه ديالنا مزيان مع هاد المكونات حتى كيدخلوا مع بعضياتهم، كلشي كيتنسم وكيندمجوا مزيان، وكنديرها في الطبق ديال التقديم. كيف قلت لكم، بالنسبه للمايونيز غادي نخلطوه مع الحليب، غنديروا معاه 1/4 كاس ديال الحليب، وغادي نخلطوه مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمه خفيفه، هي باش غادي نرافقوا السلطه ديالنا من الفوق. الان غادي ناخذوا تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال المايونيز مع 1/4 كاس ديال الحليب. غادي نخفف هذاك المايونيز بالحليب باش كنحصل على واحد الصوص اللي غادي نسقي به الصلصه ديالي من الفوق. غادي نخلط المايونيز ديالي مزيان مع هاد الحليب حتى كنحصل على واحد الكريمه، غنديرها في واحد البلاستيك الغذائي وغادي نزين بها الصلصه ديالي من الفوق.
غادي ناخذ البيض حتى هو، غادي نقشروه ونقسموه على جوج ونزينو به السلطه ديالنا من الجناب. ومن بعد كناخذوا هذاك المايونيز وكنسقيو به السلطه ديالنا من الفوق على هذا الشكل، وداكشي اللي بقى عندنا كنرافقوه بها. ممكن لكم تحضروا تغداو بلاصتي غادي تحتفظوا بها في الثلاجه حتى كتبغيو تقدموا الغداء او العشاء وكترافقوها معاه، كتجي لذيذه وصحيه ومنعشه جدا، كتكال سخونه او بارده. كنتمنى تعجبكم، ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو وتجربوها وتشتركوا في القناة إلا كنتو باقيين مشتركين، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات اللي كنحط. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.